مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة اليوتيوب متاع ديوان فام، وتحطوا جماعتكم وجذوراتكم، وتبارتاجيوا الحلقة الأكثر رواج، وشكرا. قضية اليوم صارت في جزيرة على ضفاف ولاية التكساس الأمريكية في قلب خليج المكسيك، يعني جزيرة غالفيستون اللي صارت فيها أقوى كارثة طبيعية عرفتها الولايات المتحدة، وبالتحديد عام 1900، والأعصار سماوها غالفيستون على اسم الجزيرة، وحصد 8000 روح، معناها رقم مروع عمرهم ما وصلوا له الأمريكان. وحتى من إعصار أيك اللي ضرب نفس الجزيرة بنفس القوة في سبتمبر 2008 ما خلف كان 60 قتيل. وقضيتنا انطلقت 7 سنين قبل ما هالإعصار يعني أيك يعمل بعماله في غالفيستون. نهار 1 سبتمبر 2001 بو ولدوا رامين صناراتهم يصطادوا على ضفاف خليج المكسيك، ويشوفوا في شكاير بلاستيك كحل معبين جايبتهم الموجة تقلب فيهم وتحط. واحد منهم كان مفلوق وبين منه جزء من جثة آدمية. المشهد حيرهم، ما عرفوش اش يعملوا. في الاخر قرروا باش يطلبوا 911. في ترابط هالأحداث الطامة والعام هبطوا، ودوب محلها كالساشيات لقاو فيهم أجزاء متاع جثة بشرية تم تقطيعها طروف طروف، لكن الرأس ما كانش موجود، والدفة أو طرف كامل منها ما ثماش. ما لقاو كان الزوز يدين والساقين، كل واحدة في شكارة، واتضح أنه الجثة متاع ذكر في سن الشيخوخة. وكي زادوا فركسوا في قاع الساشيات يلقاو شي أدلة مادية، طاحوا بعقاب باكو كارذونة متاع منشار ظهر اللي هو تشريب ذمة هكا الجثة، ومعاه ورقة مكمشة فيها أفيد إكسبولسيون، يعني إشعار طرد باسم موريس بلاك، معناها الشخص هذا كاري وبعثوا له لوسي باش يخرجوه من الدار. والشرطة بالطبيعة ما ضيعتش الوقت ومشاو للعنوان المكتوب على هكا الإشعار. في نفس الإطار الأمني البوليسية وصلوا للعنوان ولقاوا رواحهم في حومة من أفقر وأخطر ما هو موجود في غالفيستون. وباش يكون عندهم موعد مع سلسلة من المفاجآت، وأولهم اللي موجود في حاوية متاع فضلات مقابلة الدار اللي يسكن فيها موريس بلاك، واللي جلب انتباه الأمنيين طرف متاع شكارة باين وبكلهم بلحت بالدم. ووقتها قلبوا هكا الحاوية على راسها وخرجوا اللي فيها الكل، ولقاوا خلفها كشكارة جواندويت بالدم، ومعاهم المنشار اللي تقص به اللحم متاع الضحية. ولهنا أعوان الأمن خذوا إذن من عند وكيل الجمهورية باش يفركسوا المحل متاع موريس بلاك. خلعوا الباب، ووقت اللي دخلوا القاوا الدار نظيفة تللش يتعمل بها إشعار متاع مواد تنظيف، وظاهر اللي صار فيها جرون ميناش، معناها تغسلت بكلها خاصة لحيوت تحكوا حكان. وقت اللي جماعة الشرطة الفنية عداوا مادة اليومينول المشهورة واللي في العادة توضح بقايا الدم اللي مفسخين حتى بالمواد متاع التنظيف، ظهرت لهم كمية كبيرة من الدمومات، معناها كدار صارت فيها مجزر على حالها. وبالطبيعة المحققين يلزمهم يلقاو موريس بلاك هذا، وفركسوا عليه وما لقاو له حتى ثنية. الراجل ذاب تماما، تبخر في الطبيعة. سألوا جماعة كالحومة وخذوا عليه معلومات، واللي يعرفوه قالوا اللي عمره 71 سنة وخدمته الأصلانية يصلح في المناقل، أما يخدم زاد حاجات أخرين، يصلح فويت متعمى
وإلا بان متاع ضو، وإذا فم مدينة ولا ترقيع ولا جنينة ما يقولش لا. الراجل حوكي وحرايري، لكن زعم هالجثة اللي لقاها بلاش راس متاعو بالنسبة للأمنيين ولات عندهم قناعة أنه هو الضحية في انتظار المعاينة متاع الطبيب الشرعي والتحاليل الجينية. في الحد هذا من القضية الأمنيين بقاو يتسائلوا شكون اللي باش يطمع في راجل كبير عايش من تدبير الراس، والجاني مكتفاش بقتلو زاد قصو طروف طروف، معناها متاع حد مغلغل عليه. بتبع هذا في صورة ما إذا ظهرت الجثة متاع موريس بلاك، ولهنا الأمنيين القاو جرة متاع دم واصلة حتى للدار اللي بجنب البورتمان اللي كاريه موريس بلاك، وسألوا شكون اللي يسكن فيها. الملاك قال لهم اللي هي مرأة اسمها دوروتي ساينر، وعقد الكراء مكتوب باسمها ومن ذوي الحاجيات الخصوصية، لا تسمع ولا تتكلم، تتعامل معاه بالكتيبة والكلام تاعها تخلص عام مسبق عن طريق البوستة. الأمنيين لوجوا في قاعدة البيانات متاعهم على هالمرأة اللي اسمها دوروتي ساينر وعندها الأوصاف والخاصيات اللي قال عليهم الملاك، ما لقاو حتى واحدة في غالفيستون عندها نفس الهوية، وبالتالي ما بقالهم كان حل واحد، يخلعوا لها دارها ويفركسوها لعل يلقاو أدلة توصلهم ليها ويفهموا خاصة علاش هكا الدم خالط حتى لدارها. ولهنا المفاجأة باش تكون مدوية، لأنهم دوب ما خلعوا الدار متاع دوروتي باش يلقاوها حمرة دم، يعني صارت فيها مجزرة والشي في كل بلاصة، دمومات في القاعة على حيوت على الريدوات على الأثاث، وموجود زاد على الليفيي يعني الحوض متاع الكوجينة، والقاو زاد صبات وكلاسة مطايشين في وسط الصالة، والسكينة متاع خضرة مبلحتة بالدم، وباش مفروش على القاعة. ملخص الحديث كل شيء كان يوحي اللي فما حد تقتل ما بين الزوز ديار وتم تقطيع الجثة متاعه. وفي انتظار تأكيد الطبيب الشرعي يبدو أن الضحية هو موريس بلاك. في نفس الإطار الأمني المحققين لقاو دليل مادي باش يعاونهم برشا في التحريات، ويتمثل في روسو أو وصل متاع محل لبيع النظارات باسم شخص اسمه روبير دوست. اش يعمل هالتوصيل هذا في ساحة جريمة وشكون هالشخص يعني روبير؟ والمسألة بالنسبة للأمنيين سهلة برشا، لأنه يكفي باش يمشيوا للمحل المذكور وياخذوا كل المعلومات على روبير هذا، لكن اختاروا طريقة أخرى أضمن. وبما أنه التوصيل عليه التاريخ اللي روبير باش يستلم فيه النظارات متاعه، يكفي أنه الشرطة تترصدوا ووقت اللي يجي باش يهزهم يلقفوه. ونقطة الاستفهام اللي بقات في انتظار أنه يتم التعرف على روبير دورست هي دوروتي ساينر، معناها المرأة هذه موجودة وإلا لا؟ ولهنا الشرطة الفيدرالية يعني الاف دي اي هي الوحيدة القادرة باش تقول أنه الهوية هذه وهمية أو موجودة. والتحريات اللي تعملت أثبتت أنه دوروتي فعلا موجودة، لكن تسكن بعيد 2000 كيلومتر على جزيرة غالفيستون، ودارها موجودة في ولاية ليلينوا. إذن إيش مدخلها في حكاية كي من هذه؟ وعلاش وكيفاش واحد انتحل صفتها وحشرها في مشكلة متاع قتل وتقطيع جثة؟ المهم أنه الأعوان متاع الاف بي اي مشاو لولاية ليلينوا، وبالتحديد المدينة روكفور واللي ما كانتش بعيدة على شيكاغو. ووقت اللي سألوا دوروتي فماشي دار مكرية باسمها في غالفيستون، المرأة قريب الدوخ قالت لهم اللي هي عندها سنوات تعيش في روكفور ومش وحدها مع رجلها وولادها وعمرها ما حتى تساقها في غالفيستون. ولهنا أعوان الأمن سألوها تعرف شي واحد اسمه روبير دورست؟ دوروتي بقات تخمم شوية واعطتهم إجابة ما كانوش ينتظروا فيها بالكل. قالت لهم أنه دورست هذا زميلها في الدراسة وقرأوا في نفس المعهد، ومن غادي المحققين ربطوا الخيوط وفهموا أنه روبير انتحل سيفة زميلته دوروتي باش يكري باسمها دار، وتنكر في هيئة امرأة وعمل روحه أطرش وبكوش باش ما يفيقوش بيه.
ولهنا الحاجة اللي ولات مهمة بالنسبة للأمنيين هو إلقاء القبض على روبير على أساس يثبتوا في الهوية الحقيقية متاعه ويفهموا شنو اللي صار. في مجريات الأحداث وبعد المعاينة اللي قام بها الطبيب الشرعي على ضوء نتائج التحاليل الجينية، هيك الجثة المقطعة ظهرت اللي هي فعلاً متاع موريس بلاك، مما لا يجعل أي مجال للشك. والأمل الوحيد بالنسبة للأمنيين أن روبير دورست يمشي لهك المحل متاع النظارات في الموعد ووقتها يلقيوا عليه القبض. وهذاك هو اللي صار. روبير جاء باش يهز مرايات والأمنيين هبطوا عليه سلسلوه وهزوه للحبس بتهمة قتل موريس بلاك. وهذا في انتظار استكمال التحقيقات وتكوين ملف إدانة وخاصة التأكد من هويته. لكن اللي يلزمكم تعرفوه أنه الأمنيين باش يلقاو رواحهم قدام سلسلة من المفاجآت، وكل ما يزيدوا يقدموا في التحريات كل ما تصير حاجة تدوخهم، لأنه المعمول به في أمريكا وقت اللي يشدوا حد متهم بجريمة يحكموا عليه بكفالة قدرها 300,000 دولار باش هكاك يبقى حر طليق حتى لين يجي تاريخ محاكمته. وهذاك هو اللي قام به القاضي، في باله أنه روبير دورست ما ينجمش يدفع هكا المبلغ هذاك لأنه كبير، وما راعوا إلا إدارة السجن طلبوه باش يقولولوا أنه الكفالة خلصت. روبير دورست هذا خرج وما باتش حتى ليلة في الحبس، وحتى كي خرج ما بقاش على ذمة العدالة كما يقول القانون، وإنما تبخر في الطبيعة وما لقاولو حتى أثر. في تسلسل هالأحداث وبعد اختفاء روبير دورست، المحققين قاموا بالتدقيق في الهوية متاعو، واللي اكتشفوه خليهم ياكلوا صدمة حياتهم. فثرنتو السيد طلع من أثر أثرياء الولايات المتحدة، ملياردير ده مش ملياردير برك، وخلف هذا وريث أكبر شركة عقارية في نيويورك تملك من جملة ما تملك ما أقلش من 10 ناطحات سحاب الكل هم مكريين، بورتمانات للسكنة وبيروات للمحامين والطبة والشركات خلف المحلات التجارية. معناها الراجل يرقد على ملايين الدولارات في الشهر. السؤال المحير إيش مهز روبير دورست هذا الحومة بتاع ميزيريا في غالفيستون، وشنو اللي يخليه يتنكر في هيئة امرأة لا تسمع لا تتكلم، وفي الاخر يقتل جاره موريس بلاك ويقطعه طروف طروف؟ اشنية الحكاية؟ ولهنا نعطيكم بسطة صغيرة على هالشخص. في هالتور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أنه روبير دورست كيما أولاد الغنية الكل متاع نيويورك تربى في الأقطن في ضاحية اسمها سكارزديل يسكنوا فيها أثر أثرياء أمريكا، وكي وصل عمره 29 سنة وما قراش برشا يسلم رزق بوه تخلي يخدم في الشركة متاع العائلة، ولا لاهي بالعقارات والكروات. وفي الأثناء تعرف على واحدة من اللي كانوا كارين عنده اسمها كاتي ماكورماك، أصغر منه 10 سنين، وفي ساعة ما ولا حبك درباني وتعلقوا ببعضهم شيء كبير، ونيويورك كاملة تحكي على قصة حبهم حتى لين عرسوا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن روبير دورست ما كانتش أمور واضحة بالكل، وإنما ضبابية، وكان مورط روحه للعنكوش مع المافيا لدرجة أن وصل ضحى بروحه وشد الحبس في بلاصة الزعيم المافيوزي الشهير باكسي سيغل، واعترف بجريمة ما عملهاش، ورسات له شد الربطية في بلاستو، وزعيم المافيا بشيكا فيه اعطاه يسير في أكبر هوتيل في لاس فيغاس وقتها اسمه فلامينغو، واللي كانت تسير فيه معاه هي بنت مافيوزي آخر اسمه دافيد هيرمان الذريع اليمين متاع سيغل، وبنت المافيوزي هذا اسمها سوزان باش تولي في ظرف قصير عشيقة روبير دورست. ولهنا نرجعوا لكاتي زوجتها الملياردير اللي مدردرها بالخيانة.
في إطار الحياة متاع الملياردير روبرت دورست، يلزمكم تعرفوا أنه بعد ما تزوج كاتي مدة قصيرة، وبالتحديد في جون في 1982، اختفت زوجته تماماً، وأرضه كانت لها بلاعة. والمحققين وقت اللي عملوا تحرياتهم واستجبوا أصحاب كاتي وأفراد من عائلتها وأقاربها، فهموا اللي صار، لأنه نهارتها تعاركت عركة كبيرة مع روبير راجلها وضربها، ومن بعد كيف اللي يندم وخدم مخه وخاف من ردة الفعل متاعها، وبقى يطلب فيها في التليفون في جرة بعضه وهي تصيح عليه. وليلتها وحسب أصحابها من كثر الغزول شربت دبوستين شراب وشمت ما أقلش من 2 جرامات كوكا. وقالت لصحابة اللي هي من غدوة باش تمشي للمحامي متاعها وتكمل إجراءات الطلاق اللي سبق وبدأت فيهم من مدة. ولهنا المحققين ولا عندهم اعتقاد راسخ أنه روبير كان يعرف النوايا متاع كاتي، وفي نفسها كالليلة تبعها باش يتخلص منها على أساس ما تمشيش تطلب الطلاق، لأنه حسب العقود اللي ما بيناتهم باش ترسيله ويعطيها غرامة خيالية قد جزء كبير من الثروة متاعه. وهذا حسب الأمنيين هو الدافع الحقيقي وراء مقتل كاتي. لكن كيفاش روبير عمل باش قتلها؟ وين خبى أو تفن أو ردم أو تخلص من الجثة متاع كاتي مرتو؟ وهذا هو الاستفهام اللي يبقى معلق. في نفس الإطار الأمني، ومع أنهم يعرفوا اللي هو على علاقة مع سيوزان، وبحكم اللي ما عندهمش أمل في اقتلاع اعترافات من عند روبير، الأمنيين داروا على سيوزان اللي ولات زوجة روبير بعد ما تخلص من كاتي مرتو، واللي بوها كما سبق وقلنا لكم مافيوزي من جنود متاع سيغول الكابو متاعهم. وسيوزان حسب القناعات متاع المحققين هي شريكة في عملية اختفاء كاتي، وفي نفس الوقت الحلقة الضعيفة في الحكاية، معناها لو كان يمارسوا عليها ضغط ربما تعترف بأشياء، خاصة وأن أمورها تراجعت برشا من اللي الشرطة الفيدرالية حاصرت بوها ومنعته من كل النشاطات، وخلف هذا فكولو لوتيل متاع فلامينغو، واللي كانت سيوزان تسير فيه وليت عايشة تحت رحمة روبير، وهو اللي من عليها ويعطي فيها في الفلوس. والأمنيين يعرفوا الشيء هذا وعندهم الكشوفات متاع التحويلات المالية اللي يعمل لها فيهم، ومش باش يعاونها وإنما يشري في السكات متاعها على مقتل مرته. ولو كانت حل فمها وتتكلم روبير يمشي في خبري كان زيزي. وبحكم اللي الأمنيين ترسخت عندهم قناعة أنه سيوزان عاونت روبير دورست في التخلص من زوجته كاتي وإخفاء الجثة متاعها أو إبادتها، وباش ما نفوتكمش بالحديث يلزمكم تعرفوا أنه في الوقت متاع اختفاء كاتي الأمنيين حطوا سيوزان وروبير تحت التنصت وسمعوا مكالماتهم وتأكدوا اللي هما شركاء في الجريمة. ويعرفوا زيادة أنه هكا لوتيل الفلامينغو اللي كانت تسير فيه سيوزان مرتع لكل رجال المافيا ووكر للممارسات الإجرامية. أشنو اللي بيش يعملوه الأمنيين؟ في المرحلة هذه من القضية المعلومة المهمة اللي يلزمكم تاخذوها بعين الاعتبار هو أنه سويعات بعد اختفاء كاتي يعني مارت روبير، سيوزان طلبته، وبحكم اليوم تحت التنصت الشرطة تمكنت من رصد المكان متاعه. وثرانتو الراجل كان في جبانة في ضواحي نيويورك، جبانة معروفة متاع جماعة المافيا يدفنوا فيها عائلاتهم وجماعة اللي يقتلوهم في تصفيات الحسابات متاعهم. المهم أنه روبير في الوقت ذاك كان في الجبانة وسيوزان طلبته، ولهنا يقول القائل ايش يعمل في الجبانة؟ وهذا هو السؤال الحاسم اللي كان مطروح في قضية اختفاء كاتي مارت روبير. والأمنيين في الوقت هذاك ما نجموش يجاوبوا على السؤال هذا، وما نجموش زادا يعرفوا شنو فحوى المكالمة اللي صارت ما بين سيوزان وروبير، باعتبار أنها تمت عن طريق هاتف عمومي. وبالطبيعة تواجد روبير في الجبانة حير المحققين، واللي حيرهم أكثر أنهم وقت اللي سألوه إيش كان يعمل في هكا الوقت قال لهم اللي هو كان في داره في الكونكتيكات، لكن في الحقيقة كان يدفن في الجثة متاع كاتي. وهذه هي القناعة الراسخة عند المحققين.
في نفس السياق، الشيء اللي خلى الأمنيين يتأكدوا أن روبرت دورست هو اللي وراء اختفاء كاتي تتمثل في التصرفات متاعه الغريبة. وأول حاجة ما علمش عن اختفاء متاع مرتو إلا بعد 5 أيام. ثاني حاجة تخلص لها من الدبش متاعها الكل بما فيهم الكتب متاع الطب اللي تقرأ بيهم، والمحققين بتبيع كبشوا فيه وبداوا يستنطقوا فيه أيامات، لكن ما حب يقول شيء. وجاب معاه فيلق من الجهابذة متاع المحامين، الشيء اللي خليهم يصعبوا المهمة متاع النيابة العمومية. وخلف هذا وبما أنه ما ثماش جثة مستحيل تم إدانته، وبالتالي تم إطلاق سراحه لعدم توفر الأدلة. في ترابط هالأحداث، وبعد ما روبرت سيب المحققين قرروا باش يمارسوا ضغط على سوزان، واللي كما سبق وذكرنا لكم يعتبروها الحلقة الضعيفة. وفعلا هذاك هو اللي صار، وبداوا يستنطقوا فيها وضغطوا عليها، وقالت لهم بعظمة لسانها أنه روبير هو اللي اختل مرتو كاتي، لكن ما حبش تعطيهم حتى معلومة. وكي سألوها كيفاش تعرف هالمعلومة هذه اللي هو اختل مرتو، قالت لهم نعرف هكاهو، وما زادت حتى شيء. والمفاجأة الكبيرة اللي باش تصير هو أنه بعد ما المحققين استنطقوا سوزان، في نفسها كالنهار باش تصير حاجة ما يتوقعها حتى حد، لأنه جار سوزان كلم الشرطة وقال لهم اللي هو يسمع في الكلاب متاعها قال بينا بنبيح. ووقت اللي مشى يشوف يلقى الباب متاع بورتمانها محلول وجثتها مسبولة في الكولوار، ونقصدوا الجثة متاع سوزان. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هالواقعة هذه صارت بالضبط نهار 31 ديسمبر 2000، والشرطة لقاو سوزان مضروبة بكرتوشة في راسها من تالي، معناها اللي ضربها تعرفوا مليح، والظاهر أن وقت اللي اعتادوا بظهرها ضربها بكرتوشة. بالنسبة للمحققين، المجرم ما ينجم يكون إلا روبير، لأنه كل الدلائل ضده وهو المنتفع الوحيد من موتها. لكن مرة أخرى المحققين رغم اللي بذلوه من مجهودات ما نجموش يثبتوا أن روبير هو اللي وراء وفاة سوزان، كما عزوا زاد على إثبات مسؤوليته في اختفاء مرتو كاتي. في هالتطور هذا من القضية، الأعوام باش تمر وروبير حر طليق، وقضية كاتي باش تتنسى ويتعداو عليها 17 سنة كاملين. وزاد اتخلطت عليهم كما سبق وذكرنا لكم جريمة القتل اللي مشى ضحيتها موريس بلاك، واللي الشرطة متأكدة أن روبير دورست هو الجاني، لكن ما نجموش يثبتوا عليه حتى حاجة بصفة مباشرة. وبالتالي خرج كالشعرة من العجين، وعائلته باش تكون مرة أخرى سند ليه. وبما أنه أبوه مات عام 1990 وعائلته يعرفوا علاقته المشبوهة مع المافيا، أمه وأخواته فرضوا عليه باش يسلم مقاليد تسيير الشركة العقارية الخوه اللي أصغر منه، وهو اكتفى بشهرية ب3 مليارات من الدولارات في العام تفتوفة. في مجريات هالأحداث وبعد مرور 17 سنة، علاش ما تقولش واحد مربوط في السجن غالفيستون كان طامع في تقليص عقوبته، وقال اللي هو يعرف بالضبط وين موجودة الجثة متاع كاتي، ونعت الأمنيين على دار يملكها روبير بجنب بحيرة، والشرطة مشى وحفروا ما لقاو حتى شيء. لكن هالسجين هذا كان عنده الفضل في دفع الأمنيين لإعادة فتح ملف اختفاء كاتي، والتحقيق تعاود من جديد. وبتبيع المفتشين رجعوا للليلة اللي اختفت فيها مارت روبير، يعني كاتي، وبالتحديد وقت اللي خرجت من عند صاحبتها مع 7 متاع العشية وطلعت في كرهبتها وذهبت ولم تعد، يعني اختفت اختفاء تام. ولهنا العنصر الجديد اللي انضاف للقضية هو أنه البوليسية واللي متأكدين أنه روبير
هو اللي قتل مرته الأولى كاتي وكمل عليها سوزان واختمها بموريس بلاك، وتقريبا كلهم بنفس الطريقة رغم اللي لا عندهم لا جثة كاتي ولا الراس متاع موريس بلاك. والعملية حسب الأمنيين تمت في الحالات الثلاثة بمسدس وبالغادرة، والمسألة متأكدة بالنسبة ليهم في مقتل سوزان وموريس اللي لقاو على الموكيت متاع الصالون متاعو بقعة متاع دم فيها شظايا من الجزء العلوي من العمود الفقري، يعني من جهة الرأس اللي بتبيعة ولا مفقود. والأمنيين ما خليهم عملوا باش يلقاوه ومشطوا المنطقة كلها، وجاتهم معلومة تقول أن روبير اختفى عن الأنظار، معناها ريحته ما ثماش، رغم اللي الأمنيين حاطين عليه العين وعاملين جماعة يراقبوا فيه باش ما يبعدش لبعيد. الأمنيين قلبوا الدنيا على روبير دورست، والولايات المتحدة كلها فلاوها بقعة بقعة، حتى لين السيد تشد وحده في سوبر مارشي في ولاية بنسلفانيا، وكان مغير المظهر متاعه تماما، مقرع راسه ومحجم حواجبه. والهناك والقايل علاش يقرع ويحجم في حواجبه، بكل بساطة يحب يولي شبه الموريس بلاك الضحية متاعه. وعلاش يحب يشبه له؟ لأنه سرق له البرميم تاعه ولا يستعمل فيه كوثيقة هوية. ولهنا يقول القائل علاش الأمنيين شدوه في سوبر مارشي، زعم عقلوه؟ أبدا، بكل بساطة شدوه على خاطر سرق كسكروت بالدجاج، زعم جيعان وما كانش عنده فلوس. بتبيع على وألف لا، لأنهم لقاو في مكتوبه 500 دولار
وفي الكوفر بتاع كرهبته 37,000 دولار. وكي طلبوه في الهوية بتاعه مديلهم أكل بيرمي بتاع موريس بلاك. في باله الحكاية هذه بتاع مقتل موريس ما سمع بيها حتى حد، لكن أمريكا الكل في بالها بيه كيفاش تقتل وشكون اللي قتله. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هبطت الطعمة وتلمت العامة، وروبرت دورس هزوه بالهلالو باش ما نقولوش بالزازة. في تسلسل هالأحداث، الأمنيين وقت اللي ألقاوا القبض على روبير ما لقاوش عنده كان الفلوس برك، وإنما معاهم زوز مسدسات من عيار 38، وثبت أنه استعملهم في جرائمه، ولقاو كميات كبيرة متاع مخدرات. المفيد أنه النيابة جمعت المرة هذه ملف متاع إدانة يبعث روبير دورست البلاد الواك واك يا وخياني، راهو الأمن بالحجاج متاعه كواني. لكن كما تعرفوا السيد عنده فلوس، برشا فلوس، وعائلته كما ذكرنا لكم من أثر العائلات الأمريكية. ومش لازم نقولوا أنه مفهوم العدالة في الولايات المتحدة يتغير وقت اللي تتحط المليارات على كفة الميزان، وهذاك هو اللي صار. روبرت دورست لم سلك المحاماة الكل باش يدافعوا عليه، وتمكنوا من قلب الحقائق بطريقة أحدثت استياء وسخط في الرأي العام الأمريكي، وأثبتت أن سلطة الفلوس هي أقوى من الحق والبرهان في بلاد الأمريكان. في تعاقب هالأحداث وفي التحقيق، فيلق الدفاع على روبير قال أنه غياب جثة كاتي ما تنجمش تكون في أي حال من الأحوال اتهام بجريمة قتل للموكل متاعهم، يعني روبير دورست، وبالتالي ما عنده حتى علاقة بالاختفاء متاعها. وزادوا قالوا أنه اتهامه بالقتل هو من قبيل التحامل والافتراء. وفيما يخص سوزان يعني بنتك المافيوزي، الدفاع تحدى النيابة العمومية وفنت كل الأدلة المادية اللي تم تقديمها، والمحامين متاع روبير قالوا إذا كان فما أدلة مباشرة مرحبا، ما فماش نتعداه للي بعده. وبتبيع اللي بعده هو مقتل موريس بلاك. ولهنا واحد من المحامين اطلع بحكاية لراس لساس لدفة لساقين، وحب يقنع لجنة الحكماء أنه روبير دورست كان في حالة دفاع شرعي. وما تسألوش كيفاش، على خاطر الحكاية هذه تخلويذة، والمذهل في هذا الكل هو الحكم اللي أصدرته المحكمة. ولهنا شدوا رواحكم، روبير دورست خرج بعدم سماع الدعوة وخالي المسؤولية تماما من مقتل كاتي وسوزان، وفي حالة دفاع بالنسبة لموريس بلاك. في نهاية هالقضية، وما هم يقولوا يا قاتل الأرواح عمرك ما ترتاح، روبرت دورست جاوا صحفيين من تلفزة الهاش بيو باش يعملوا له حوار، وكانوا حاطين له ميكرو على الفيستا متاعو. وبعد ما تم هكا الحوار انساو الميكرو باش ينحيوه له، وهو مشى بيه للتواليت. ومن غير ما يشعر وهو وحده في الثنية قال كلام تهكم بيه على العدالة الأمريكية، والكلام هذا تسمع وتسجل بالطبيعة. أشنو اللي صار بعد هالاعتراف اللي عمله روبير بصفة عفوية؟ تم القبض عليه في نزل في نوفيل أورليون نهار 14 مارس 2015، وباش يخلص القديم وجديد وما جا وراهما، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد في 14 أكتوبر 2021 دون إمكانية صراح. والحكم هذا بالنسبة لمقتل سوزان بيرنون. وفي نهار 10 جون في 2022 باش يلقاه روبير دورست ميت في الزنزانة بتاعه في الحبس متاع سان واكين أو سان جواكين في كاليفورنيا. وهذه نهاية تليق بأمثاله.
ولهنا ببقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال ودريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال ودريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.